أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الفلسطينيين وقعوا في الفخ بعد الاتفاق الإسرائيلي الأردني القاضي بنشر كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى. وقال المالكي إن الاتفاق على وضع الكاميرات فخ إضافي، مشددا على أنها ستستخدم لاعتقال الفلسطينيين بحجة التحريض. أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب رائد جرادات بعد تعرضه لوابل من الرصاص من قبل قوات الاحتلال قرب مفرق بيت عنون شمال شرق الخليل بزعم إقدامه على طعن مستوطن في المكان، وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ بداية أكتوبر الجاري إلى 59 شهيدا. اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وقال المرابطون في الأقصى إن المستوطنين اقتحموا المكان وكان برفقتهم حماية مشددة لم يسبق لها أن رافقتهم خلال اقتحامهم الأقصى في الأيام الماضية. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس طالت 36 مواطنا، لترتفع حصيلة المعتقلين منذ بداية شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري إلى 1039 مواطنا. بحالات إغماء ودموع تنهمر بغزارة استقبلت صديقات الشهيدة دانيا رشيد نبأ استشهادها، فودعتها مدرستها وأبقت لها ذكرى وأثرا فيها، فزرعت لها شجرة كتذكار يدوم لدانيا في أرجاء مدرستها، تذكار تقف حوله صديقاتها كل يوم يقرؤون الدعاء لصديقتهم دانيا. انتهى الموجز. مزيد من الأخبار والتقارير حول الهبة الشعبية في الضفة الغربية والقدس تجدونها على موقع وطن الإلكتروني www.watan.tv. في أمان الله.